بالخير. بنرجع لحضراتكم واحنا متفقين ان البلد وهي في حاله الحرب ولانها وقفت على رجليها فالمتربصين بيها كثر، واللي بيحاولوا يحركوا حتى اذنابهم مش وكلائهم، المشهد واضح. علشان كده لازم تاخدوا بالكم قوي ان التحريض على الدوله المصريه زايد جدا، وخلونا نرصد مع بعض اللي قام بيه جيم ماتفيرن النائب الديمقراطي في مجلس النواب الامريكي لما طلع فجاه وقال انه مع مجموعه من زملائه بداوا في صياغه مشروع قانون لمعالجه مخاوفهم، هكذا قال يعني، بشان ما قال انها انتخابات تفتقر الى النزاهه والحريه في مصر. الانتخابات لم تبدأ بعد، لكن ماكفيرن مصر يتكلم بهذه الطريقة. لازم تبقوا واخدين بالكم ان ماكفيرن نفسه ده هو الرئيس المشارك في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، وقال ان في الحديث بتاعه اللي طبعا يعني كان عناوين في بعض الصحف الأمريكية، قال انه في حين بتعد مصر شريك استراتيجي مقرب للولايات المتحدة فإن هناك مخاوف لدى كلا الحزبين في الكونجرس حيال الأحداث التي سبقت الانتخابات. إيه هي الأحداث اللي سبقت الانتخابات؟ إحنا عندنا عمل إرهابي النهاردة في اسكندرية لسه النهاردة وهو متكلم من يومين، وما عندناش أي حاجة بتحصل. إيه اللي مضايقه؟ عشان كده خلوا بالكم من الكلام ده قوي. كلامه كان يعني بالظبط كده تحريض من هذا الرجل يعني الديمقراطي، والتحريض ده اعتمد على رواية بعض النشطاء وبعض الجمعيات الحقوقية اللي احنا عارفينها كويس قوي دلوقتي، وكانوا موجودين كمان في مبنى الكونجرس الامريكي للحديث حول الانتخابات الرئاسية في مصر. والحقيقة يعني بذلوا مجهود غير عادي للتحريض على مواجهة الدولة المصرية، بيفكروني كده ودعوا يعني ذهبوا في الشطط بتاعهم انهم دعوا ل يعني إعادة محاولة فك الدولة المصرية وإسقاطها. وكان من بينهم طبعا آية حجازي لو انتوا فاكرينها، البنت إياها اللي كانت متهمة بخطف وتعذيب الأطفال واللي قضت فترة عقوبة عندنا في مصر وتم ترحيلها بعد ما وافقت الدولة المصرية على طلب أمريكي. وهنا لازم ننتبه أكتر كمان لاستخدام هذه المنظمات اللي موجودة على أرضنا في ضربنا، لأن زي ما حضراتكم عارفين إن في 7 منظمات موجودين بينا وهم اللي بيشتغلوا تقريبا ضد الدولة بتاعتكم، وقدموا مذكرة تحريضية ضد مصر في اليومين اللي فاتوا للأمم المتحدة. وكان من هذه المنظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بلادي، جزيرة الإنسانية، مبادرة الحرية، كوميتي فور جيستس، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، نضال، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان. وكانت ادعاءاتهم بتقول ان في تدهور لحقوق الإنسان في مصر، وكان العنوان الحكومة المصرية تغلق طريق التداول السلمي للسلطة وتجمد بشكل غير معلن التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان. يا ترى ايه هدف المذكرة دي؟ هل الموضوع زي ما في محاولة لتيئسكم واحساسكم ان مفيش اي حاجه بتحصل وكل شويه كلام يحصل في الداخل يبقى في حاجه بتحصل كمان بره، والمره دي اوباما ممثلا في هذا العضو الديمقراطي هو اللي بيقود نفس الطيار علشان يشتغل من جوه الكونجرس؟ المشهد فيه حاجات كتير قوي.